إشكالية الشر كامنة في معضلة التوفيق بين وجود الشر في العالم ووجود كائن كامل القدرة، المعرفة والخير. الحجة الإلحادية بتجادل إن وجود الشر من غير الممكن توفيقه مع وجود الله. المدارس الدينية بتنوعها بتدعي بأن الله خالق العالم وحافظه، الله كامل المعرفة وعلى دراية بكافة الشرور في الوجود وكامل مريد الخير لعباده. وبالتالي لو الادعاءات دي صحيحة، من الصعب فهم لماذا يجعل الله للشر وجود في العالم. المعاناة الموجودة في العالم يبدو انها دليل على فشل احد الادعاءين السابقين. صور الاشكالية المتعددة بيكون ليها تركيبة متشابهة لحد كبير. وجود الله ككائن كامل الكمال بيدفعنا لتصور ان العالم هيكون على مقياس او معيار معين، وفي كل صور الإشكالية الجدلية قائمة على طبيعة الله، على الأقل الصورة الأكثر شيوعاً لطبيعة الله في المدارس الدينية الإبراهيمية. لو الله له الطبيعة دي، إذن من المنطقي أنه يريد رفع العالم للمستوى القياسي المتوقع. لو الله قادر، إذن توفر الإرادة منطقياً كافي لتسبيب الحدوث. ومن هنا بتقدم الإشكالية المعضلة، وهي أن واضح لأي إنسان عاقل أن الشر جزء من الوجود. إذن العالم ما وصلش للمعيار القياسي اللي المفروض كان يوصله لو كان في وجود لله. في زيارة لدولة ألمانيا، بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر زار مدافن ضحايا النازيين في معسكر أوشفيتز. في زيارته للنصب التذكاري لأكثر من 1.5 مليون قتيل من الضحايا، قال: في هذا المكان تعجز الكلمات، لا يوجد سوى الصمت المفزع. الصمت ذاته هو صرختنا القلبية لله، كيف تسمح بكل هذا أن يحدث؟ الكلمات الصعبة اللي أثارت قلوب وعقول الملايين من المؤمنين حول العالم بتسأل: ما معنى صمت الله؟ وهل الله وافق على جرائم النازية البشعة؟ وهل أعجبه صنعهم؟ أو أنه قرر عدم التدخل؟ وإزاي من الممكن الإيمان أو الثقة في إله سمح بجريمة بشعة زي دي؟ اللي ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة من نوعها في تاريخ البشرية. المؤمنين والملحدين على حد سواء مدركين بصورة أو بأخرى إن صور الشر في العالم بتعد معضلة أمام قدرة ووجود الله بشكل أو بآخر، في حين إن بعض الشر اللي يبدو إنه جزء من الخطة الإلهية المتكاملة للكون، إلا إن في صور أخرى من الشر يصعب علينا تفسيرها، صور العذاب الغير مبرر، اغتصاب الأطفال، الإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية وغيرها من صور الشر الغير مبررة في العالم. أنماط الشر الموجودة في العالم يبدو أنها لا تنطبق على الصورة المطروحة من قبل المؤمنين عن العالم. هل يا ترى الحقائق دي كافية لترك الإيمان وقبول صورة إلحادية للوجود؟ زي ما شفنا الفلاسفة اللي بيعتقدوا ان الشر بيقدم حجة كافية ضد وجود الله بينقسموا لطيارين: طيار بيحاول طرح جدلية ان وجود الشر في العالم غير متسق او متوافق منطقيا مع وجود الله، الصورة المعروفة بجدلية الشر المنطقية، The Logical Argument from Evil. اما الطيار الثاني بيجادل ان وجود الله والشر قد يكون متوافقين منطقيا، لكن بالنظر لواقع العالم والشر من الصعب التصديق في وجود الله، الامر اللي بيجعل التصديق في وجود الله غير منطقي. الصورة اللي بيطلق عليها الجدلية الدلالية للشر، The Evidential Argument from Evil. بعض المفكرين اعتبروا إشكالية الشر أساسية في الجدال ضد وجود الله، والفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم اعتقد أن الإشكالية صخرة الإلحاد، واقترح أن المدرسة الإلحادية قائمة على إشكالية الشر فقط، الأمر اللي دعا ويليام روي أنه يطلق على الحجة جدلية الإلحاد Argument from Atheism بدلا من إشكالية الشر. الصورة الدلالية من الجدلية بتعد الطرح الأقوى والأكثر قبولاً بين المفكرين والعوام، اللي بتجادل إن في صور عدة من الشر في العالم، إله كامل القدرة المعرفة والمحبة كان من الممكن إنه يمنعها دون فقدان خير أو شر مكافئ أو أعظم. بما إن الشر يوجد في العالم، إذن لا يوجد إله في العالم. الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل جادل إن الشر وحده كافي لإثبات إن إما إن الله لا وجود له، أو إنه لو موجود فعلا فهو كائن غير كامل المحبة والخير، وقد يكون قاسي أو حتى شرير.
جدلية ميل كانت رد على الحجة من التصميم The Design Argument على وجود الله اللي بتتخذ من صورة النظام في الكون دليل على وجود مصمم. ارجع لحلقة الحجة الغائية The Teleological Argument لو عاوز تعرف أكتر عن الحجة من التصميم. ميل استخدم نفس المنطق وقال إن الأدلة اللانهائية على وجود الشر في العالم برهان على عدم وجود خالق أو وجود خالق غير كامل، وجادل إن الطبيعة أكثر قسوة من العقل البشري، والمعاناة والعذاب اللي بتعيشه الكائنات الحية بشكل يومي أكبر دليل على عدم وجود خالق. ميل في عمله المهم الطبيعة فائدة الدين والإيمان Nature, The Utility of Religion and Theism اللي نشره سنة 1874 قال إن لو كل شيء خلقه الله محكوم بقانون العدالة والله كان كامل القدرة، إذن يبدو أن أي معاناة أو سعادة هيعطيها الله لابد أنها تكون مناسبة لأفعال الشخص السيئة أو الجيدة في الوجود، ويبدو أن حياة كل شخص هيكون لها عبرة في النهاية سواء كانت جيدة أو سيئة. لكن من الواضح جدا لينا كلنا أن الحياة ليست كذلك، وأن الظلم هو القانون اللي بيحكم خلق الله في الوجود، على الأقل من وجهة نظر ميل. محاولات عديدة كانت وما زالت بتحاول حل الإشكالية. بعض المحاولات بتجادل بأن الله ليس كامل القدرة أو ليس كامل الخير أو حتى في بعض الحالات غير مكتمل العلم، كلها صور بتدحض الفرضية الأولى للإشكالية، وصورة أخرى بتجادل إن كان فعلا في شر في العالم أو على الأقل إن كانت صور المعاناة محل التساؤل بتعد شر فعلا. لكن معظم المحاولات الناجحة ركزت على الفرضية الثانية في الجدلية، وهو إمكانية الاتساق المنطقي لوجود كائن كامل الكمال والشر في نفس العالم. على أي حال، إشكالية الشر موضوع متعدد الصور والأطروحات في أدبيات فلسفة الدين، وهيكون من الصعب تغطية كافة جوانب الإشكالية بدون المرور على نظرية تبرير العدالة الإلهية اللي هتكون موضوع فلسفتنا في الحلقة الجاية.